مين بيملك الإعلام اللبناني؟ بحسب دراسة لمؤسسة سمير قصير ومراسلون بلا حدود حول ملكية الإعلام اللبناني، تبين أنه 43% من وسائل الإعلام فيها كحد أدنى أحد أفراد العائلات الـ 12 التالي بين مالكين أو أعضاء بالمجلس الإداري، إذا مش الاثنين سوا. عم نحكي عن عيال مثل عون والظاهر سعد، قدي، فارس، الحريري، خياط والخازن ومئاتي، والمر وفرعون وسلام وأكيد التوينة. يعني الإعلام مملوك بالبلد لدرجة إنه ما في إعلام معارض. أغلبية الأحزاب السياسية اللي محتل السلطة خلقت منظومتها الإعلامية من راديو، تلفزيون، وجرائد، ومواقع إلكترونية. فعلياً القانون فرض موضوع الشفافية على المؤسسات الإعلامية، بس بعد في صعوبة للوصول لأي معلومة بهذا الموضوع. وهيدا الشيء بقلنا شغلة وحدة بس، القانون بضل ماشي علينا كلنا وبيوقف عن سلطة السياسيين النافذين. على عكس ما بنص قانون حق الوصول للمعلومات، ممكن تفتش بالسجل التجاري بس بترجع بتوقع بشركات مسجلة ما بتعرف مين أصحابها، وأسماء صورية بس مستخدمة لتخبي أسماء سياسيين بأسهم معينة. عدا أنه إذا بتتواصل مع أغلب المؤسسات الإعلامية بتحصل على جواب واحد بس، يا تسكير الخط أو أنه هيدي المعلومات مش متوفرة للناس وهي سرية. في عنا 3 أنواع من الملكيات. الأولى مرتبطة بشكل مباشر بالدولة من خلال نواب ووزراء حاليين، يعني أسهم أساسية للريون لجور هي للوزير ميشيل فرعون والوزير السابق ميشيل قدي. الديلي ستار مرتبطة ملكيتها بشكل مباشر برئيس الحكومة الحالي سعد الحريري. أما النهار فأسهمها متوزعة بين وزير التربية الحالي مروان حمادي ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وطبعاً النايبة السابقة نيلة تويني. أما الأن بي أن بتعود ملكيتها لمقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومسؤولين بحركة أمل. نوع الملكية الثانية هي لمؤسسات إعلامية تابعة لنواب أو وزراء سابقين أو مرشحين للانتخابات النيابية. يعني MTV عم نحكي عن جابرييل المر. بالنسبة لتلفزيون الجديد في مساهمين 2 شاركوا بالانتخابات النيابية، نزار يونس وعبد الله زاخم بسنتين 2000 و2018 على التوالي. أما بالنسبة لجريدة الديار شارك شارل أيوب بالانتخابات النيابية بسنة 72 و2009، ومن المساهمين كمان بالجريدة ليلى الصلح اللي هي بتكون خالة الأمير السعودي الوليد بن طلال وزيرة الصناعة السابقة بالفترة ما بين 2004-2005. النوع الثالث من ملكية المؤسسات الإعلامية هي يلي تابعة للأحزاب السياسية، مثلا جريدة البناء للحزب السوري القومي الاجتماعي، إذاعة لبنان الحر وموقع لبنيس فورسز هي للقوات اللبنانية، وصوت لبنان يلي على التردد 100.3 هي للكتائب، وإذاعة النور وتلفزيون منار هو لحزب الله، وصوت الشعب للحزب الشيوعي، وموقع التيار .org أكيد للتيار الوطني الحر. الصحافة يلي بتمولها عائلات وأطراف سياسية رح تخبرنا قصصها ومصالحها فقط لغير. الحاجة لإعلام مستقل صار ضرورة، وهذا بيتطلب أشكال تمويل جديدة.